ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور أسامة الملوحي. دكتور أسامة، بداية مرحبا بكم. تحذير غربي لنظام الأسد من استخدام السلاح الكيماوي في الهجوم على إدلب، يعني برأيك هل هو موافقة ضمنية من الغرب للنظام للهجوم على إدلب أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا التصريح الحقيقة واضح، هناك أمر لا بد أن نذكره فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية المتخبطة التي فيها تغييرات كثيرة حتى سياساتها مطروحة واقعة. ولذلك الأمر الأخير الذي حصل بتصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي فيه نوع من السذاجة في التصريح، ولكنه تصريح صارخ، يعني يصبح الإدارة الأمريكية أنها تسمح للنظام والميليشيات ولروسيا بأن يكون هناك عمل عسكري، بل هو حظ على هذا العمل العسكري. لذلك نحن منذ البداية قلنا أن العدو وتنظم منظومة العدو تنظمها روسيا، روسيا على رأس هذا العدو، روسيا هي التي تدير الأعمال العدائية ضد الشعب السوري المنتفض العظيم، وبالتالي المخططات الروسية بلا شك أنها تسعى في وقت ربما يتأخر قليلا إلى عمل عسكري ضد محافظة إدلب، ضد هذه المناطق المحررة. هذا أمر أكيد، وهذه موافقة أمريكية موجودة، وهناك تناغم روسي أمريكي في هذا الموضوع. لا يوجد أي خلاف روسي أمريكي، لم نجد أي خلاف روسي أمريكي فيما يتعلق بالوضع السوري، وهذا أمر يعني غريب أنهم اتفقوا جميعا، حتى الأوروبيون اتفقوا جميعا على أن يبيدوا تطلعات الشعب السوري بالتحرر، وأن يكون هناك على إثر ذلك أكثر من 1,200,000. دكتور، في ظل احتمال هجوم النظام على إدلب، هناك من يدفع إلى المصالحة مع النظام لتفادي الهجوم المرتقب، إلى أي مدى يمكن أن تصمد إدلب أمام هجوم النظام المحتمل؟ يعني قضايا المصالحة، دعنا نعطيها التعبير والمصطلح الصحيح، كل قضايا المصالحة والتسويات والاتفاق مع النظام هي عملية استسلام وإنهاء للثورة في المناطق التي تمت فيها المصالحة، هذا الأمر بهذا الشكل. ونحن لا نملك في سوريا منذ عشرات السنين، منذ أكثر من 60 و70 سنة لا نملك إلا هذه الثورة. نفتخر بها وإنجازاتها أكثر من أن تحصى. لا يوجد إنجازات كما ينتظر الجميع يعني على الأرض مبلورة بسقوط لهذا النظام، لا، إنما الأمر أصبح عالمي وأصبح هناك فضائح من خلال هذه الثورة، هناك أمور كثيرة كانت تأكل العالم الإسلامي توقفت، ومنها التشيع الصفوي إلى ما هنالك. نحن نتكلم عن ثورة قيم، ولذلك الجميع يتفق ضدنا، وهذا أمر يعني غريب فعله غير مسبوق. على الجانب الإقليمي، يعني كيف ترى الموقف التركي فيما لو فعلا يعني لو شن النظام هجوما فعليا على إدلب؟ يعني بوضوح شديد نتكلم بصراحة، الاتفاقات التركية الإيرانية الروسية والتنسيقات هذه، الأتراك هم الطرف الأضعف، هم الثلث غير المعطل، وهم أمام وحشين كاسرين، وحش طائفي يعني حاقد، ووحش انتهازي يعني مجرم بوتين ومن معه. إذا نحن أمام ثلث غير معطل، روسيا تركيا لن تستطيع فعل شيء أمام هذين الوحشين، خاصة ظروفها التي تعرفونها تماما من مؤامرات ضدها وضد الأمن القومي التركي وإلى ما هنالك. لذلك نحن لا نستطيع أن نعول ولا نستطيع أن نلوم تركيا إذا قصرت في قضايا الاتفاقيات والتفاهمات مع روسيا وإيران. ولكن بصراحة التفاهمات في النهاية هذه الثلاثية لم تؤدي خلال سنتين إلا إلى خسائر مستمرة للثورة السورية المباركة. أنباء عن تحرك أمريكي في الخليج استعدادا لعملية محتملة في سوريا، طبعا ذلك بحسب وزارة الدفاع الروسية، إلى أي مدى تعتقد دكتور أسامة أن هذا التحرك ربما يهدف إلى كسب الأرض في ظل حديث عن حل نهائي في سوريا؟ أمريكا موجودة في سوريا، وأمريكا بعد دراسات، طبعا هؤلاء يدرسون الأمور بدقة في مكاتب ربما بعيدة في البنتاغون ووزارة الخارجية، ثم يصلون إلى أهدافهم. هم موجودون على الأرض وموجودون في سوريا المفيدة، وقلنا أن سوريا المفيدة ليست في الغرب، وإنما هي في أماكن النفط والغاز والمياه والقمح. ساعة
سلة الغذاء السورية هي الآن بيد أمريكا في كل الأحوال، وهي ترتب وتنظم وترتب الأمور على المدى البعيد بالإعاد لبعض الدول، يعني تنفق أموالا في مناطق الرقة ومناطق التي تسيطر عليها الأسد. يعني في النهاية أمريكا موجودة، ولا تحتاج أمريكا إلى أن يكون هناك حشود والدخول إلى سوريا. أمريكا في سوريا موجودة، وموجودة في مناطق استراتيجية، وهي تضرب متى تريد وتسمح لمن تريد أن يكون له جولات وأعمال عسكرية على الأرض السورية. أمريكا لها اليد الطولة في سوريا، وهي تشتغل بأقل الخسائر وتشتغل بذكاء، أو نقول بذهاء لأنه ليس بذكاء يعني مفيد، غير أنه مفيد لأمريكا ولمصالحها يعني البراغماتية. على كل الأحوال هذه الأمور ربما تزيد من طمع أمريكا في كسب مزيد من الأراضي على حساب بقايا تنظيم داعش، أن تتمدد أكثر في المناطق الغربية شرق الفرات، يعني الشرقية في شرق الفرات، وهذا أمر يعني مشتبه ووارد أتصور أنه يحصل بطريقة القضم يعني. نعم، من إسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور وسام الملوحي، شكرا جزيلا لك.